مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بتوقيت مصر، وفيه نتابع تطورات اليوم بعد مقتل أكثر من 20 شخصا في الاحتفال بذكرى ثورة يناير، كما نفتح ملف شهداء الثورة. وفي الحلقة أيضا، الوايت نايتس يبدأ التحضير للمباراة الكبرى بين الأهلي والزمالك، ويصحبني لاحقا في الاستوديو الكابتن نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري السابق والكاتب الصحفي أسامة غريب. نلتقي بعد قليل. قالت وزارة الصحة المصرية إن 23 قتيلا سقطوا خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وأعرب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن حزنه على الدماء التي أسيلت، ومن بينها دماء شيماء الصباغ التي قتلت أثناء مسيرة بمناسبة ذكرى الثورة، وأكد على أن دماءها لن تضيع هدرا وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون. وكرر وزير الداخلية التصريحات نفسها قائلا إنه في انتظار التحقيقات لكي يتم تقديم قاتل شيماء للعدالة، ونفى أي تورط للشرطة. نشاهد معا هذا التقرير. هدوء حذر وقوات أمن منتشرة في الأحياء الرئيسية، هذا هو المشهد اليوم في مصر بعد اشتباكات الأمس. فلم تمر الذكرى الرابعة للخامس والعشرين من يناير دون أن تترك وراءها جرحى وقتلى جدد. بين مؤيد للنظام ومعارض له لأسباب مختلفة، شهد الشارع المصري أمس أحداث شغب في بعض الأحياء واحتفالات في أحياء أخرى. ففي ميدان التحرير تجمع عدد من أهالي الشهداء للمطالبة بالقصاص، وانضم إليهم عدد من مؤيدي النظام الحالي ليؤكدوا أن مصر تسير وفقاً لخارطة الطريق. ما عندناش حاجة، عندنا الفتاح السيسي، ماشي. عندنا الشرعية، عندنا الجيش والشرطة. أي حد تاني هيفتح بوقه ما فيش إلا أصغر مدارس عيل صغير في مصر هيلعصوا بيه. ما فيش مظاهرات غير كله مأيدي السيد عبد الفتاح السيسي. الإخوان دول أصلاً عايشين دول مقتول عموم في وسطينا، ولا عمر سمعنا اللي هما بيقولوه. بقوا إيهاب فجأة كده، أهو بقوا إيهاب فجأة، بقوا شياطين فجأة، بقوا وحشين. وعلى بعد أمتار شهدت نقابة الصحفيين تجمعاً لعدد من الشباب اعتراضاً على مقتل الصحفية شيماء صباغ وللتذكير بمطالب الثورة. في هذه الأثناء شهدت المطرية صدامات بين الشرطة وبعض المتظاهرين وآخرين قيل أنهم يتبعون جماعات إسلامية. وزارة الداخلية قالت على لسان وزيرها محمد إبراهيم أن الشرطة تمكنت من القبض على 516 شخصاً مجندين، في الاثنين اللي هم تفجروا، اللي هم تم لقوا مسرحهم أثناء تفجير العبوة في البحيرة، في واحد أثناء زرع العبوة بتاعة دمياط، في اللي كان مصبوط في اسكندرية بالرشاش. ورغم مرور 4 سنوات على الثورة المصرية لا يزال الدم المصري يسيل وأصحابه من جميع الانتماءات. ومعي للتعليق على هذا الموضوع الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية. دكتور، بعد 4 سنوات من 25 يناير وحتى الآن وما زال القتلى يتساقطون والدماء تسيل على أرض مصر، هل هناك من تفسير؟ هو في الحقيقة طبعا احنا بنأسف لسقوط هذه الدماء الجديدة، وخصوصا في ذكرى 25 يناير، ده اللي بيدل على انه لازال المشهد السياسي في مصر مرتبك، ولازال الاتهامات متبادلة، ولازال الاحتقان موجود. وأحد العوامل الأساسية في أنه الإرهاب اللي بتمارسه جماعات الإخوان،
يعني بدلا من ان هي لو رغبت ان تسير في مسيرات منفصلة دل عليها بدون استخدام عنف، بتقوم بمظاهرات بتستخدم العنف وحرق السيارات وحرق الناس وإطلاق الرصاص العشوائي. وأنا لسه جاي دلوقتي من منطقة في شبرا الخيمة دائرتي الانتخابية، وفوجئت بأنه اتنين توك توك صغير مشوا بسرعة وضربوا النار على الناس في قهوة اسمها فوتبول، عشان أبين لك إلى أي حد هذه الجماعة الإرهابية بتمارس عمل طيب إرهابي ضد الشعب، دكتور جمال، ضد الشرطة وضد الجيش. طيب لكن دعني أستوقفك قليلا، أنت قلت أن توك توك عربيتين توك توك أطلقوا النار، يعني من أدرك أنهم من جماعة الإخوان في شبرا الخيمة؟ من أدرك أنهم من جماعة الإخوان؟ أيوه. معروفين أصله، ما لا يستخدم هذا الأسلوب المواطنين العاديين في مصر، لا ليس لديهم الرغبة ولا القدرة ولا الميول لهذا الاستعداد. وهذه المظاهر لم نراها إلا بعد 30 يونيو، فده ثابت عليهم ويتم إلقاء القبض عليهم ويتم التعامل معهم ويتم اكتشاف أنهم جزء من خلية إلى آخره. طبعا أنا مش بطبيعة الحال لست هنا لكي أدين أحد ضد طيب. أحد، لكن المشهد مرتبك. ما كان يجب أن يسقط هؤلاء الضحايا في ذكرى الثورة؟ شيماء دليل على ارتباك المشهد، ظهور شيماء في المشهد أنها قتيلة وشهيدة قبل 25 يناير بيوم وضمن مظاهرة لا علاقة لها بالإخوان، ده اللي أنا بقول عليه أنه بيرتبك المشهد. لكن هم بينظموا يعني مظاهرات، يعني دكتور أصبح الآن المشهد مرتبكا، يعني بعد سقوط شيماء أصبح المشهد مرتبكا الآن في مصر، لم يكن مرتبكا قبل ذلك؟ لا، هو أنا قلت في كلامي أن المشهد لا زال مرتبكا. المشهد مرتبك من 25 يناير وحتى الآن 2011 حتى الآن. هذا مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين فقط أم مرتبط بجماعات أخرى وتوجهات أخرى؟ جماعة الإخوان لعبت ضوء تتحمل، نعم جماعة الإخوان تتحمل النصيب الأكبر في ارتباك هذا المشهد في ذات الوقت، إنه استحضار رموز نظام مبارك وكأن ثورة 25 يناير لم تقم من الأصل بيساعد في المزيد من إرباك المشهد، وكأن السلطة التي جاءت بعد 30 يونيو جاءت لاستحضار هذا النظام مرة أخرى، وهذا يسبب غضب كبير لدى قطاعات الشعب في مقدمتها الشباب. بمعنى آخر وبشكل أوضح، إنه 25 يناير قامت لإسقاط نظام مبارك، فلا بد من إسقاط رموزه وسياساته وتغيير الأوضاع. الأوضاع لم تتغير، الشباب غاضب بطبيعة الحال ومنفصل عن السلطة القائمة في البلاد الآن، ولابد من معالجة هذا الموضوع. الذي يزيد المشهد ارتباكا على الجانب الآخر هو استمرار استخدام جماعة الإخوان لعنف ممنهج ومنظم في الشارع المصري. فإذن المشهد بالإجمال لازال مرتبكا على حسب تقديري. طيب ولذلك دكتور جمال، احنا نبهنا يعني على أنت تتحدث عن اتجاهين، الآن هو جماعة الإخوان المسلمين كما ذكرت وامتعاض الناس من خروج رموز عصر مبارك. دعني الآن ودعنا نشاهد فيديو قد يضيف بعدا آخر أو بعدا ثالث للمشهد في مصر. يعني هذا الفيديو نشرته أحد المواقع التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، وهم للأسف يعدمون كما يدعون هم أيضا الضابط المصري بمنفذ رفح البري أيمن الدسوقي الذي اختطف يوم 11 يناير. لم يتسنى لنا بالطبع التحقق من هذا الفيديو، ولم يصدر رد رسمي حتى هذه اللحظة من وزارة الداخلية. دعونا نرى هذا الفيديو. الشهيد إبراهيم الدسوقي ضابط شرطة برتبة نقيب شغال في منفذ رفح البري، تم اعتقالي عن طريق مجاهدين ولاية سيناء عن طريق كمين بالطريق الدولي، كان معايا عضوات الشخصيات طبعا سلاحي. وزارة الداخلية بتعتقل الفتيات والطالبات وبيتم تعذيبهم واغتصابهم في السجون التابعة لوزارة الداخلية اللي أنا شغال فيها. بنشد وزارة الداخلية بالإفراج عن كل الفتيات والطالبات اللي تم اعتقالهم في السجون، وإما هيتم استهداف كل ضابط في وزارة الداخلية.
نعود مرة أخرى للدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية. دكتور جمال، يعني أنت شفت الفيديو معانا، إيه رأيك؟ أنا الحقيقة ما اطلعتش عليه وما شفتوش، لكن يعني أنا لازلت أشكك في مثل هذه الفيديوهات، لأنه لا طبعا نحن لم نتحقق ولم يصدر لا يتم تعذيب. نعم، احنا لم نسمع عن هذا التعذيب على الاطلاق، بس هذا طبيعه تحت تهديد السلاح، يعني يمكن ان يقال اي شيء ممكن. يعني واضح، لكن طبعا يعني اذا كان هم اعدموه، هل ده من الاسلام؟ هل ده رد على اذا كان هناك تعذيب؟ ما يكشف هذا التعذيب، لكن انه تحت تهديد السلاح، هل من الممكن استخراج الحقيقة من شخص؟ نعم. هل تعتبر حضرتك يعني ان هذا هو البعد يعني. هذا هو البعد، ممكن يكون صوت هذا الضابط، صوت هذا الضابط ملفق، يعني لان هم اجرموا في حق الشعب المصري، ولذلك لم يجدوا تعاطفا من الشعب المصري على الاطلاق، وليس لهم غطاء شعبيا على الاطلاق يعني. طيب بتعتبر حضرتك ان ده البعد الثالث لارتباك الامور في مصر من 25 يناير؟ لا، انا بعتقد انه المواجهه الشامله للارهاب وخصوصا في سيناء دي مواجهه بقت جزء من مقتضيات الامن القومي، كما يحدث في سوريا وكما يحدث في ليبيا وكما من المحتمل انه يحدث في اليمن بعد التطورات الاحداث الاخيره. لكن في تقديري انه لا يوجد تعذيب في مصر. طيب، وهناك متابعه للسجون من المجلس القومي لحقوق الانسان. دكتور، انت لست في حاجه لتبرير هذا، لان ده واضح ان هو تحت تهديد السلاح. فلسنا في حاجه لتوضيح. انا لا ابرر، انا اوضح يعني. انا لا ابرر، انا اوضح او توضيح او توضيح. انا لست مسؤولا في الحكومه المصريه كي ابرر. طيب، يعني هذا المشهد المتداخل، هل هناك حلول قريبه المدى؟ أنا بعتقد أنه بإتمام الانتخابات البرلمانية وتكوين البرلمان هتحدث رقابة شعبية أكتر، بس بشرط أنه يبقى تكوين البرلمان خالي من رموز نظامين أسقطهم الشعب. فلو استمر هؤلاء مرة أخرى في البرلمان وأتوا بدون أن يتم إقصائهم من المشهد لفترة مؤقتة، تستطيع الثورة المصرية في 25 يناير في 30 يونيو اعتدال المسار بشكل يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، أنا أعتقد أن المشهد سوف يظل مرتبكا ما لم يكن البرلمان خاليا من هؤلاء. شكرا جزيل الشكر لك دكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، كنت معنا. وفاصل ونواصل بعده. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام كما وعدنا في بداية الحلقة الكابتن نادر السيد، حارس مرمى المنتخب المصري. أهلا بك كابتن. والكاتب الصحفي أسامة غريب، أهلا أستاذ أسامة. أهلا. موضوعنا القادم بيتكلم عن شهداء يناير وأسر الشهداء. كابتن نادر، كان ليك مشاركة فعالة في هذا الملف والتعامل معه، وخاصة في التعامل مع ضحايا مجزرة بورسعيد، وهتكون معنا طبعا أستاذ أسامة. نشوف الفيديو الأول وبعدين نتكلم مع ضيوفنا. محمد ابني استشهد بثلاث رصاصات، رصاصتين في الراس ورصاصة في الصدر، واتنقل بعدها من التحرير اتنقل لمستشفى الهلال، وتوفى في مستشفى الهلال، واتنقل للمشرحة وقعد شهر كامل في المشرحة، وأنا بلف وادور عليه والإعلام كله، نزلت في جميع القنوات واتكلمت عن محمد اختفى من يوم 29/1، وقعد شهر كامل في المشرحة. بعد كده سمحوا لنا ان احنا نشوفه ويخرجوا جثته، وقعدنا اسبوعين بعدها لغايه ما عملوا تحليل الدي ان ايه وسمحوا لنا ان احنا ندفن جثه محمد ابني بعد ما قتلوه بثلاث رصاصات. قلت له يا محمد انا مش راضي عن نزولك يا محمد. قام بايس راسي وبايس ايدي وقام نازل. قلت له هتتاخر يا محمد؟ قال لي لا، ان شاء الله راجع، استنيني وما تتعشوش غير لما ارجع، ان شاء الله راجع. كل أم بتدعي لابنها أن ربنا يغفر له، ربنا يتقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته.
أنا بطلب من محمد إن هو اللي يغفر لي، إن هو اللي يسامحني، لأني ما عرفتش أجيب له حقه. أحمد اليوم اللي دخل فيه المستشفى كنت قدام الباب وبرضه خبوه مني، أنكروه. الأجسام كلها لفيتها والمحاكم والمستشفيات وما قلتش حتى اللي أنا ما رحت على ابني وهم مخبينا في المشرحة. ابني قعد 27 يوم في المشرحة وأنا لف عليه، وكيل النيابة عارف بك عارف، وكنت عاملة له محضر غياب وهم عارفين بابني وأنا ما نعرفش حدا، ونلف ونرجع ويقولوا لي ابنك مش هنا، وهو ابن عندهم دوا، ابني كانوا مخبييني مشوهين وشي، قالوا لي ابنك غريق وابني مش غريق. ابني أنا لو قلبي اقتنع أن هو ابني غريق كنت صدقت. شوفوا الصورة وشوفوا أحمد عاملين فيه ايه، ليه عملوا كده في ابني؟ عايزة نعرف ليه ابني اتعمل فيه كده. كابتن نادر، استاذ اسامه، يعني واضح ان يعني قطاع كبير من اسر الشهداء يعني رقيق الحال يعني. كابتن نادر، انت كان 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 ليك تصريحات وكلام حول هذا الموضوع. يعني انت قلت في بدايه 2012 هتكون احلى سنه علشان الشهداء اللي ضحوا بارواحهم، لان التضحيه دي هتكون اساس لبناء مصر، والتضحيه دي اهم حاجه علشان بلدنا هتجيب اهداف الثوره، عيش، حريه، عداله اجتماعيه. ده كلامك، واشتركت في الوقفه اللي نظمت امام القضاء العالي للتضامن مع اهالي شهداء بورسعيد. بدايه انت فين من الملف ده دلوقتي؟ انا ما زلت موجود، لان هي روح ساريه جوانا يعني جميعا. يعني الحقيقه طبعا في كتير جدا من الناس تحالفوا على الروح دي واعتقدوا ان الروح دي هي روح مؤامره، انما هي ثوره حقيقيه، بس ثوره روح. عمر ما كانت معنى الثورات فهي الفوضى زي ما بعض الناس بتتكلم فيها، انما معنى الثورات هي مطالبه بالتغيير، والتغيير للجميع. التغيير مش لجهه واحده او لاتجاه واحد او لحد معين، هو التغيير لصالحه، انما التغيير لصالح الجميع بكل مؤسساته وبكل افراده. لان البعض في النظره القصيره او تحت رجليهم بيعتقدوا ان هو ده ضد مصالحهم، بس في الاول والاخر هو ضد ممكن يكون مصلحته هو شخصيا حاليا، انما هتبقى مع اولاده والاجيال اللي جايه بعد كده، لان مفيش حد مخلد ومفيش حد بيفضل في مكانه للابد، واي مسؤول ما بيفضلش في مكانه للابد، والتاريخ بيقول كده. انما الحقيقه تاكيدا لان احنا في اجواء وفي الوقت الثوره والاحتفال الحقيقي، الاحتفال الحقيقي مش بالثوره، الاحتفال الحقيقي بالاهداف اللي حققتها الثوره، والاحتفال الحقيقي بالارواح او بالشباب اللي ضحوا بنفسهم، لان في الاول والاخر اساس وقود الثوره الحقيقي هو الاستبسال اللي حصل، وفي نفس الوقت كمان التضحيات اللي حصلت، سواء كانت حصلت وقتها او ما زالت بتحصل حتى في الوقت الحالي، وما زال الناس مؤمنين ان الثوره معناها التغيير. الثوره مش معناها الفوضى، مش معناها ان حد معين هو اللي يستولي على الاتجاه. احنا بنتكلم في جزئين مهمين جدا، بنتكلم في القيم الأساسية بتاعت الثورة، وبنتكلم على المشاريع السياسية بتاعت بعض الناس. عمر أبدا ما يحصل خلط ما بين القيم وبين المشروع، لأن المشروع السياسي الحقيقة ممكن ينجح ويفشل، وممكن ان هو ما يحققش الاهداف، انما في الاول والاخر الاهداف هتفضل ماشيه لغايه ما تحقق، فهي ان اجلا او عاجلا هتتحقق. وعمر ما كان الرغبه في تحقيق الاهداف او تحقيق القيمه بتاعه الثوره معناها فوضى ابدا، بالعكس يعني. فانا بحيي جدا، والحقيقه حضرتك مشكورا يعني، والبرنامج ان هو جاب بعض الامثله لاخواننا والاهالينا والامهاتنا اللي بيتكلموا على اولادهم، اللي عايزين ناكد ليهم ان لولا هم ما كانش حصل التغيير. حتى لو كان التغيير ما حققش كل الاهداف او لسه ما زال ما حققش كل الاهداف، انما التغيير هيحصل للتغيير للجميع. يعني حتى لو حصل في بعض الامور الفوضويه بقصد او بدون قصد، مش معنى كده ان ما حصلش تغيير، لا حصل تغيير. طيب خليني اكلم الاستاذ أسامة عن ما تحدث به الكابتن نادر بالتغيير. هل هناك فعلا تغيير حصل؟ هل هناك أهداف من أهداف الثورة التي نادى بها الشهداء تحققت؟
لو بتقصد أهداف الثورة اللي كانت معلنة ومرفوعة ما أقدرش أقول حرية عدالة اجتماعية ما أقدرش أقول إنها تحققت، لكن تحقق يعني الشعلة التي أضاء نورها هي دي المكسب الوحيد اللي تحقق من الثورة، إن الذهنية تغيرت والعقل تغير والمصري لم يعد يقبل الظلم. ده أهم حاجة حققتها الثورة، مش بس إنها كسرت حاجز الخوف عند المصريين وعند سائر العرب اقتداءا بثورة المصريين، لكن إن النفوس لم تعد تقبل أو تحتمل الضيم أو الظلم. يعني حتى السيل من الشهداء، الناس اللي بتنزل كل يوم دي، الناس بتنزل عشان تجيب حق الشهيد اللي مات فبيموتوا هم أيضا، وبكرة حينزل ناس تانيين وحيموتوا أيضا. هذا السلسال من الشهداء أصبح يعني بقدر ما يدعو إلى الفخر فهو يدعو إلى السخرية من فرط عبثيته. فمصر بعد ثورة 25 يناير مباشرة وبعد عزل مبارك كان في حالة زخم ثوري كبيرة فرضت على الإعلام أن يحتفي بالشهداء، وشفنا أن الشهداء بعضهم بيطلق اسمه على شارع وبعضهم بيتم تكريمه إعلاميا وبعضهم بيطلعوا أهليهم حج وعمرة وبعضهم بيدوهم بيصرفوا لهم فلوس. المهم أن الشهيد كان بيلقى التكريم وفي الوقت نفسه قاتله بيحصل على ترقية. يعني دي كانت مسألة فيها يعني مفارقة شديدة الغرابة. هؤلاء الشهداء يعني حتى اليوم ما فيش في الدنيا 3000 شهيد لا يعرف أحد من الذي قتلهم، ما فيش قاتل واحد لهؤلاء الشهداء. دي مسألة بس في مفارقة أستاذ أسامة، هو من يحدد من شهيد ومن هو غير شهيد أو من هو ضحية؟ يعني هناك ما الشهداء الرسميون الذين تحددهم الحكومة، أعتقد أن هم شهداء 18 يوم بتوع ثورة يناير ولا إيه؟ حضرتك ليك دراية يعني بالملف ده كابتن نادر. أنا ليه تعليق عن الموضوع ده. أنا بعتبر الشهداء كلهم ضحايا، لأن يعني الشهداء سواء كان أثناء الثورة وأثناء المظاهرات أو الشهداء اللي الضحايا أو شهداء الضحايا من إخواننا في الجيش على الحدود أو الشرطة، فأنا بعتبر أن كل الجميع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، أو اللي حصل في بورسعيد في النادي المصري، فأنا بعتبرهم هم شهداء ضحايا لأن هم ما كانوش مقبلين على الشهادة أو الاستشهاد. يعني إمتى أكون أنا الشهيد ده مش ضحية؟ هو إن شاء الله ربنا تقبله شهيد بس ضحية. لما يكون في حرب في 73 مثلا على سبيل المثال، إن شاء الله هم شهداء بس مش ضحايا، لأن هم ده دورهم اللي كانوا بيعملوه تجاه الوطن وهم عارفين وهم مقبلين على إنهم ممكن يموتوا فعلا. فأنا بتكلم على الشهداء بشكل عام، هم ضحايا نظام. يعني طبعا أستاذ أسامة بيتكلم في نقطة مهمة جدا في نقطة المسؤول. على فكرة هو المسؤول مش أشخاص، هو قد ما المسؤول هو نظام. يعني أنا ما كانش هيفرق، أنا شخصيا بتكلم عن المستوى الشخصي، ما كانش هيفرق بالنسبة لي إن 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 حسن مبارك ياخد إعدام أخد براءة، أو إن فلان ياخد إعدام أخد براءة، لأن أنا بتكلم على نظام فاسد بيحفظ المسؤولين الفاسدين. أنا بتكلم على الإعدام الحقيقي اللي كنت أتمناه هو إعدام النظام، إعدام السيستم، إعدام المنظومة، إعدام القانون، القانون اللي اتعمل أساسا عشان يغطي على كل أحداث فساد، عشان يغطي على كل أحداث تجني على الناس، لأن في شهداء كتيرة جدا حضرتك مش بالرصاص، في شهداء بالأمراض، في شهداء بالسكن، في شهداء بحاجات، في شهداء عدم وعي وفي نفس الوقت كمان مغيبين عن الحياة، في شهداء تعليم، يعني في مليون نوع من أنواع الشهداء، لأن في الآخر اتفضح كابتن نادر، يعني هذا الملف وصل فين على أرض الواقع؟ يعني الصفحة تطول، مش هوصل لحاجه يا استاذ ابراهيم حضرتك، مش هوصل لحاجه، معلش عفوا، مش احباط ولا حاجه يا استاذ اسامه، بس مش هوصل لحاجه طول ما في قانون اساسا هو قانون اتصنع لتغطيه الفساد وتغطيه الملفات، وما تقدرش توصل لحاجه. يعني ما هو ده اللي الجميع كان بيطالب بيه الحقيقه، والناس اللي تولى المسؤوليه فيما بعد سواء كان في البرلمان السابق او في الحكم او في كذا او في كذا، ما كانوش مؤمنين بالكلام ده. الامر هو مش هتوصل لحاجة طول ما في قانون
بيحفظ الفاسدين ويحفظ المفسدين ويحفظ المسؤولين اللي بيتجنوا على الشعب وبيعتقدوا او اعتقادا منهم ان دول ما يستاهلوش غير كده. استاذ اسامه مش هنوصل لحاجه؟ لا ممكن نوصل طبعا، وفي اسس ممكن اذا استندنا اليها نوصل. يعني في تقرير لتقصي الحقائق قام بعمله او تم تحت اشراف المستشار عادل اورا وهو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، الكلام ده كان من حوالي سنتين، وكان في توصيات، وهذا التقرير تم دفنه ولم نعد نعلم شيئا عنه الان ولا احد يتحدث عنه. بناء على ايه يا استاذ اسامه حضرتك؟ دفن بناء على ايه؟ انا ما عنديش علم لان لم يتم فتحه. يعني عفوا لا انا بتكلم بناء على ان ما فيش قانون يلزم المسؤولين على تنفيذ التقرير بتاع تقصي الحقائق. هي مش القوانين اللي بتكون ملزمة، لابد من وجود ضغط شعبي. الضغط الشعبي هو اللي دخل مبارك السجن في وقت من الأوقات، ولما الضغط ده تلاشى مبارك قاعد في البيت دلوقتي. يعني مش المسألة الاحتكام إلى القلاع، لابد للقانون من وجود رأي عام ضاغط يسانده. طيب أستاذ أسامة خليني أروح حول هذه القضية أيضا مع الأستاذ عبد الرحمن الجهري. أستاذ عبد الرحمن يعني هو مفروض يكون معنا على سكايب، يعني نتحدث عن الشهداء ونتحدث عن أسر الشهداء وعايزين نعرف يعني هؤلاء هذه الأسر ها تريد حق أبنائها قانونيا، هناك تبرئة شاملة لكل من كان على ذمة هذه القضية وهي قضية قتل المتظاهرين، هل من حق هذه الأسر مرة أخرى أن تثير هذه القضية قانونا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام، وألف مبروك على بث القناة. الله يبارك فيك. أن تكون تلك القناة إضافة للإعلام العربي المستنير الذي يضيف إلى الوعي العربي ما يتمنى المواطن العربي في تلك المرحلة. أولا دعني أؤكد لحضرتك أن الأمر منذ البداية كان خاطئا. حينما نتحدث عن شهداء ثورة فقبل الشهداء فهناك ثورة، والثورة في عرف القانون السياسي أو السياسة الدولية هي عمل استثنائي. فحينما نأتي لنكتشف ما حققته الثورة ونحاكم مجرمي الثورة أو المجرمين الذين تسببوا في قتل الآلاف، القتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف، لا يجوز أن نحاكمهم بالإجراءات القانونية العادية التي كانت تسود وقت النظام التي تمت الثورة عليه. فابتداء كان هناك إجراء قانونيا خاطئا، وكان يجب على النظام الذي تأ النظام الفاسد المستبد نظام مبارك، كان عليه أن يجب محاكم استثنائية لا تخضع لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لسبب بسيط، لأن الثورة في ذاتها هي عمل انقلابي وفقا للقانون العادي الذي يسقط البلاد. استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن معذره هو الصوت مش مظبوط شويه، هنعود لحضرتك مره اخرى نظبط الصوت معاك في الجاليري بره ونرجع لك مره ثانيه. بنرجع لضيوفنا الاستاذ اسامه غريب الكاتب الصحفي والكابتن نادر السيد حارس مرمى الفريق المصري السابق، و نفس الموضوع. يعني هو في خلاف ما بين الكابتن نادر، لا بالعكس في هل هو القانون الذي يفرض ام ان الضغط والحشد الذي يجبر من هم في السلطه على ان ينفذوا القانون؟ هو الفكرة إن يعني ما قيمة المجتمع المدني؟ يعني ليه دايما بنتكلم عن إننا محتاجين مجتمع مدني ومحتاجين أحزاب قوية ومحتاجين جمعيات ومحتاجين هيئات حقوقية؟ يعني ما قيمة كل هذا؟ قيمة كل هذا إنه بينهض للدفاع عن المجتمع. عندما تفتئت السلطة على المجتمع كل هذه الهيئات المكونة للمجتمع المدني بتنهض للدفاع عنه. فهو ده المقصود بالضغط. الضغط مش بالضرورة هو ضغط شوارع وضغط مظاهرات وضغط حشود، لا، يعني يمكن الحشود والمظاهرات دي خرجت علشان خاطر تصنع مجتمعا مدنيا سليما،
هو اللي يقدر ينهض للدفاع عن حقوق الناس. طيب هل احنا وصلنا لمرحلة الضغط دي اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ احنا قدرنا ان نعمل ضغط من خلال الحشود، الضغط الثوري، يعني الحشود بتاعة يناير وما تلا يناير بعد كده هي اللي جابت لنا شوية مكاسب. يعني لما ضغطنا نجحنا في محاكمة مبارك مثلا. تتطور ازاي يا استاذ سامي؟ ان الفترة الانتقالية كان لازم ان هي يتلوها، يعني احنا حصل لخبطة كبيرة عندنا قوي في المسار، ان الفترة الانتقالية شابتها اخطاء وبعد كده جت انتخابات رئاسية قلنا انها تضعنا على اول الطريق واتت برئيس ما كانش موفق، وهذا الرئيس تم عزله في السياق المعروف. إن النهاردة كنا بنأمل إن الحالة تصل بينا إلى استقرار. الاستقرار النهاردة زي ما بشوف ما زال بعيد المنال، لأن العدالة لم تتحقق ببساطة وفي مطالب لم تتحقق. طيب أستاذ نرجع تاني، يعني واضح إن احنا قدرنا نعالج الصوت بشكل ما. أستاذ عبد الرحمن حضرتك سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. طيب وانا المفروض اسمع حضرتك كويس كمان. تمام شكرا. طيب كمل حضرتك فكرتك، كمل الفكرة. طيب نرجع تاني. وبالتالي بعد الاحكام او زي ما بنقول على الاحكام التي صدرت في شأن كل المحاكمات التي تمت عن الجرائم التي تمت في ال 18 يوم وعقب ال 18 يوم بتوع 25 يناير اللي أطلقنا عليها مهرجان البراءة للجميع، أنا يؤسفني أن أنا أقول لحضرتك أن كل تلك الأحكام وخاصة بعد النقض فيها وبعد أن ما كان بالإدانة تم نقضه وما كان بالبراءة تم تأييده، أنا لا أستطيع إلا أن أقول لك بكل أسف أن القاعدة القانونية لا يجوز محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أكثر من مرة. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني في قتيل وفي ضحية، لابد أن يكون هناك قاتل. طبعاً. طيب يعني علينا أن نبحث عن أسباب تلك البراءة. أسباب تلك البراءة التي مع الأسف الشديد بدأت ابتداءً من أن النيابة العامة أغفلت سماع معظم شهود وقائع القتل التي تمت. وقد قدمنا، وأنا كنت أحد المحامين عن شهداء الثورة في الإسكندرية، قدمنا قائمة في كل شخص متوفي أو شهيد أو مقتول، لأن طبعا نحتسبهم جميعا شهداء عند الله، قائمة بكل أصدقائهم الذين كانوا معهم وقت حدوث الواقعة. طيب. ولكن مع الأسف الشديد لم تهتم النيابة باستيفاء التحقيقات وسماع شهود الإثبات. طيب. بالإثمان. طيب استاذ عبد الرحمن الجوهري المحامي، استاذ عبد الرحمن الجوهري حاول بقى تتعامل مع السكايب بتاعك، لان احنا ممكن نحتاج كتير بعد كده لانه مش ظابط معانا الصوت لسه، فاحنا بنعتذر لك وبنعتذر لمشاهدينا واكيد على موعد تاني مع حضرتك ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الرحمن الجوهري كان معنا، والى فاصل ثم نعود الى ضيوفنا مره اخرى. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم، وما زال معنا الكابتن نادر السيد كابتن مصر وحارس مرمى الفريق الوطني المصري السابق والأستاذ أسامة غريب الكاتب الصحفي. يعني كان النهاردة في احتفال الزمالك، جمهور الزمالك عامل احتفالية كبيرة وواضح ان هم بيجهزوا لنفسهم. يعني احنا رحنا شويه للكوره بس هنرجع تاني للسياسه، مفيش فايده هي أكيد. السياسه في كل حاجه في حياتنا دلوقتي يعني، وعامل احتفاليه كبيره استعدادا لماتش الاهلي والزمالك يوم الخميس القادم. شايف الامور ازاي؟ خلينا نكون واقعيين ان كره القدم في مصر بالذات بتدي رسائل كثيره جدا، سواء كانت رسائل اجتماعية أو رسائل سياسية أو رسائل معنوية، لأن الإطار بتاع الكرة مش يعني إطار مش 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 بس كرة قدم، يعني ناس بتستمتع بيها وبتفرح بيها وبتخرج كابت معين عندهم، يعني أنت عارف كتير من الناس بيبقوا بيشجعوا
وبيساندوا فرقهم عاطفيا يعني. فده وحلاوتها ساعات بتبقى في بعض الاوقات خساره ومكسب، لان مع المكسب الناس بتفرح ومع الخساره الناس بتزعل، بس على امل المكسب مره تانية. فهو ثقافه الكره في مصر مختلفه عن كتير جدا من الدول يعني. فانا شايف ان الخميس الجاي ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك، اعتقد ان هي هتبقى مباراه ان شاء الله. مين هيكسب يا كابتن؟ الله انا استاذ السيف والله كابتن نادر لاعب للاثنين، فممكن صعب يكون الاثنين يكسبوا. الاثنين يكسبوا يعني، لكن لا انا اتوقع طبعا الاهلي اللي هيكسب. والله تتمنى بقى؟ لا ده يتمنى. انا قلت اتوقع. اتوقع ولا تتمنى؟ من ناحيه اتمنى يعني الاهلي عاده هو اللي بيكسب يعني، ده العادي. الزمالك يعني هو المتصدر القائمه دلوقتي. طبعا ما هو ده برضو الى حين كابتن نادر يعني. ما تتصورش ان ده ممكن يستمر كتير، لكن ممكن من حق الزمالك يفرح برضو. يعني اعتقد ان الكفتين متساويين يعني، مع الاحداث ومع الظروف اللي بتحصل. بعدين دايما الحقيقه بالخبرات اللي انا اخذتها واللي عشتها مع الكوره بشكل عام، مع الزمالك وخاصه اكتر يعني مع الاهلي، ان المباراه دي ملهاش حسابات معينه او ملهاش توقعات يعني. ممكن وارد جدا داخل المباراه يحصل اي تغييرات، انما بيبقى في بوادر معينه. اعتقد ان في الوقت الحالي بوادر الزمالك افضل يعني، افضل من الاهلي، انما وارد جدا ان يحصل تعادل يحصل، انما النسب مش بعيده قوي. بالعكس انا شايف ان هي قريبه جدا ما بين الفريقين، مش زي قبل كده. قبل كده كان بيحصل في فرق كبير ما بين الفريقين. طيب كابتن نادر، احنا هنتكلم عن العلاقه ما بين السياسه والكره، وانت كان ليك دور كبير في ثوره 25 يناير وانت لاعب شهير. بس خلينا نرجع لموضوع الشهداء يعني. انا معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذ سيد ابو العلا، عضو التحالف الاشتراكي، وهو من كان يحمل الشهيده شيماء الصباغ في اللقطات الشهيره التي انتشرت عقب وفاتها. واحنا عندنا اللقطات دي، معرفش هي جاهزه عندنا ولا لا. بس استاذ سيد، بدايه البقيه في حياه حضرتك. الله يخليك، البقيه في حياه مصر كلها. اكيد اكيد. الاستاذ سيد يعني انا مش عارف اقول لك ايه في البدايه، بس يعني حصل اللي حصل في ظروف ما. نقدر نرجع تاني للظروف يعني نقدر نرجع لتفاصيل اللي حصل معاك انت وشيماء الله يرحمها؟ هو احب ابتدي كلامي بانه انا ما حملتش شيماء، شيماء هي اللي حملتنا، شيماء هي اللي حملتنا ان احنا ندافع عن الحريه. طول عمرها كانت بتدعينا ان احنا نكون اقوياء ونفسنا نحقق بلد افضل وحياه افضل لكل الناس المصريين. فهي اللي حملتنا، مش احنا اللي مش انا اللي حملتها. يعني شيماء على فكره يعني، شيماء هي اللي قدامنا دلوقتي على الشاشه بتهتف في احدى المظاهرات. ده كان سنه 2011 يا استاذ سيد، وهي قدامنا دلوقتي على الشاشه لو انت شايفها. تفضل كمل. تفضل. يعني احنا شفناها يعني شفناها في كل مواقف الثوره من 2000 من 99 من انتفاضه من 2000 وفي انتفاضه الاقصى في سنه 2000 اعترضت على قتل الطفل البريء محمد الدره، والنهارده بتتقتل قتل من الشرطه المصريه شبه اللي اتقتلوا محمد الدره في 2000 في سنه 2000. شيماء الصباغ اتقتلت من الداخليه 3 مرات. الشرطه نفت يا استاذ سيد، الشرطه نفت تماما، وزير الداخليه نفى تماما، وهناك تحقيق وهناك اجراءات من النائب العام. الداخليه ما كانش عندها خرطوش في محمد محمود زي ما قال مجلس الشعب بتاع الاخوان، بس كان في 1000 يعني مئات الشهداء والاف الجرحى بالخرطوش. فالخرطوش يعني احنا دايما كمحامين، وانا محامي، بقول انه ما فيش جريمه قتل من غير جثه. فعندنا الشهيده وعندنا الخرطوش، وحسب وقائع الصور وحسب شهادتي في النيابه اللي انا كنت مقبوض عليا ورحت على النيابه ما شفتش اي صور وما شفتش اي تعليقات من الاعلام، وقلت نفس الشهاده. انت اتقبض عليك استاذ سيد بعديها على طول؟ اتقبض عليك في الحادثه دي؟ انا عشان كده بقول انه الداخليه قتلت شيماء 3 مرات، لانه انا وزمايلي مصطفى عبد العال وحسام اللي حاولنا ننقذ شيماء، اول واحد فينا وهو بيشيل شيماء وهي بتقع اتقبض عليه حسام
بدل ما يسيبوه يساعدها، وانا شلتها وعديت بيها الممر وخدها مني مصطفى عبد العال. واول ما اتجمعنا حواليها وبنحاول ننقذها وفي دكتور كان واقف على القهوه بالصدفه حاول ينقذها معانا، جم قبضوا علينا كلنا وسابوها لوحدها في الشارع بتنزف، وده كان دورهم لان هم اللي محاصرين المكان، كان المفروض على الاقل يسيبونا نساعدها. وطلبنا منهم مرتين اثناء حملنا ليها ان يجيبوا لنا اسعاف، محاوطين المكان ومش عارفين نوقف اي عربيات ومش عارفين نلاقي اسعاف، فما نفذوش طلبنا. والضابط نعرفه بالشكل وبالصوره، والعميد اللي كان معاه نعرفه بالشكل وبالصوره، وممكن ما نعرفش اساميهم بس لما تواجهنا بيهم النيابه عارفينهم وموجودين في الصور كمان. فالداخليه قتلت شيماء ثلاث مرات. طب استاذ سيد في تحقيق مش في اتفضل اتفضل كمل. مره لما ضربوها بالخرطوش، ومره لما منعونا نساعدها وقبضوا علينا، ومره لما منعوا الاسعاف تجيلها. اتفضل. في تحقيقات مفروض جاريه، يعني كلام الداخليه، بيان الداخليه، بيان النائب العام بيقول ان في تحقيقات جاريه وان هم بيحصروا الموجودين في الفيديو اللي ظهر على اساس على اساسه ممكن بيجروا هذه التحقيقات. حصل معاك تحقيقات بهذا الشكل؟ هل بيجري تحقيق بهذا الشكل؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ احنا كنا محبوسين اوريدي على ذمه القضيه، وبعدين يعني انت محبوس ولا بيتحقق معاك؟ محبوس؟ لا انا كنا لا انا كنت محبوس ومتهم. بتهمة ايه؟ كنا بتهمة التظاهر وتهم اخرى يعني متعلقة بقانون التظاهر. بس احنا ادلينا بشهادتنا في التحقيق على القتل، يعني بالاضافة يعني ان احنا قلنا اقوالنا كمتهمين في التظاهر. وقلنا كل التفاصيل دي، والتفاصيل دي بتتوافق ما جاء في كلام الشهود كلهم على مدار يومين تحقيقات، مع كلام تقرير الطب الشرعي اللي قال بالنص انه اصابه في اسفل الراس والرقبه بالخرطوش من جهه اليسار خلف اليسار، يعني جنوب يسار. فشيماء على رصيف شركة إير فرانس على يمين شارع طلعت حرب، والشرطة على الرصيف المقابل اللي ده قدام يعني مكتبة الشروق. طبعا يعني اللي عارف ميدان طلعت حرب عارف الكلام اللي أنا بقوله. فيبقى هم خلف شيماء، وإحنا قلنا في التحقيقات إنه الإصابة إحنا كنا موجودين في مكان أنا وشيماء بيبعد عن اطلاق النار او قوات الشرطه في حدود من 8 الى 12 متر، وده ايه الطب الشرعي عن 8 متر يعني، واحنا ما نطلعناش على التقرير قبل ما نحضر. يعني في الاخر احنا بنقول شهادتنا واحنا معزولين عن الواقع الخارجي. استاذ سيد طيب استاذ سيد ابو العيلة، انا معايا في الاستوديو كابتن نادر السيد، وهو سمعك وسمع حديثك من الاول، هو ضيفي في الاستوديو، ومعايا كمان الاستاذ اسامه غريب الكاتب الصحفي. كابتن نادر عايز يسالك سؤال. استاذ سيد طبعا بقاء لله وربنا يرحمنا جميعا ويرحم ان شاء الله ربنا يتقبل جميع الشهداء يعني، بس انا كنت عايز اسالك على حاجه. اللي اعرفه او اللي على حسب ما عرفت ان انتوا كنتوا جايين او بتعملوا تجمع في طلعت حرب عشان احتفالا بال مش احتفالا او تخليدا لذكرى الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان خاطرنا جميعا بما فيها الناس المسؤولين حاليين، لان لولا ثوره يناير ما كانش يحصل تغيير اساسا في مصر كلها، يعني ما كانش هيحصل ان يجي الاخوان المسلمين وبعد كده ما يتوافقوش مع الاتجاهات بتاعه الثوره وبعد كده يحصل تغيير ويجي الرئيس السيسي في الوقت الحالي، كان زماننا قاعدين مع الرئيس مع حسني مبارك لغايه دلوقتي يعني. انما اللي عايز اقوله، مش كنتوا المفروض ان انتوا عايزين تعملوا كده وفي نفس الوقت عايزين تحطوا ورد اعتقد على في ميدان التحرير واخدين تصريح للمسيره نفسها، ولا كان ايه الموضوع بالظبط؟ طبعا احنا كنا بنعمل ده كنشاط لحزب التحالف لتخليد ذكرى شهداء الثوره، يعني ووضع بوكيه ورد على نصره تذكاري للشهداء اللي موجود في ميدان التحرير. بالظبط يعني هو كان كده. احنا كحزب بنرفض قانون التظاهر، وبالتالي لم نطلب تصريح.
لان احنا كحزب سياسي لا نعترف بقانون التظاهر ونطالب بالغائه. وطبعا صدر قرار النهارده من مجموعه الاحزاب التيار الديمقراطي بعد اجتماعها بعد يعني قتل شيماء واحداث والاحداث اللي حدثت امس في مصر، بانه تعليق مشاركتها جميعا في الانتخابات القادمه على عده شروط، اولها تعديل قانون التظاهر. فاحنا لا نعترف بهذا القانون وما اخذناش تصريح، وده شرف لينا ان احنا ما اخذناش تصريح. ولكن احنا لم نخل بالامن ولا عطلنا الشارع ولا يعني وبنعمل يعني تخليل لذكر الثوره. بس معلش انا اسف استاذ سيد، معلش انا اسف، خلينا نكون يعني لو احنا بنطالب بقانون، يعني طبعا انا مش انا مع ما يعني طبعا مش مع القتل ولا مع الضرب، وانت عارف الكلام ده كويس قوي، وانت عارف ان ولا مع العنف ولا مع اي شيء اساسا. مش النهارده وانا كنت بنتكلم دلوقتي مع استاذ ابراهيم ان الشهداء كلهم ضحايا، يعني لان ما كانش حد مقدم على ان هو يضحي بنفسه، انما خلينا نحترم يعني او مش نحترم، خلينا نكون متابعين القانون حتى لو مش وافقين عليه لحين التغيير. يعني لو حصل ان 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 طالبنا بتصريح لتخليد ذكرى الشهداء او ان احنا وضع اكاليل او ورد في وما توافقش عليه، هنا يكون في موقف. طيب استاذ اسامه غريب الكاتب الصحفي، معلش استاذ سيد عايز برضو يتداخل معاك، اتفضل استاذ اسامه. لا انا حابب اعزي الاستاذ سيد واعزي مصر كلها في 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 في, في شيماء بنت مصر، و الوردة المنورة اللي فقدناها، وهي في الحقيقة ضحية لقانون الطوارئ اللي كل القوى السياسية بتطالب بتغييره، لأن هو قانون غير منطقي بالمرة. لأن ثورة 25 يناير قامت على أساس أنها تقر حق الناس في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. ولا ننسى أن الحكم الحالي النهاردة مدين بوجوده للتظاهر، يعني مدين بوجوده حاليا بالتظاهر، فمن الطبيعي أن الناس تعبر عن رأيها، خصوصا إذا كان الكلام ده بيواكب الذكرى الرابعة لأكبر وأهم ثورة عرفناها في حياتنا. طيب أستاذ سيدي يا ريت ترد، هل هناك رد على 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 ضيوفنا؟ تعقيب سريع يعني كابتن نادر واستاذ اسامه، اشكركم طبعا، وهم كانوا شركاء ثوره وهم عارفين، احنا نعرف بعض كويس. السلطه الحاليه واي سلطه جت من بعد 25 يناير بتعتبر التظاهر كويس لغايه ما توصل للسلطه، وبعد ما توصل للسلطه بتعتبره جريمه وبتعتبره ارهاب وبتعتبره عنف وبتعتبره تعطيل لمصالح المواطنين، رغم ان هو ليس اكثر من تعبير عن حقوق المواطنين. طيب زي ما قالوا انا متفق معاهم، وشيماء ثوره جديده. طيب ما اعتبرهاش بس. طيب انت بتقدم لسؤالي كده استاذ سيد، يعني هل ستستمر في التظاهر بهذا الشكل؟ هل ستستمر في رفضك لقانون التظاهر؟ هل ستقوم بعمل فعاليات وقفات نثر زهور كما كنتم تفعلون حين سقطت شيماء؟ هنفضل نكمل، وهو الموضوع بيزداد، التحالف بيزداد ارتفاعا من قوى سياسيه مختلفه، وعندنا عزاء في عمر مكرم، وبنفكر في جنازه شعبيه لكل الشهداء وشهداء الصباغ في الايام الجايه، وهنصر على عدم الحصول على تصريح لانه احنا ضد هذا القانون، وبنطالب باقاله وزير الداخليه والغاء تعديل قانون التظاهر واعطاء ضمانات اكثر لحريه ونزاهه الانتخابات، وده شروط معلقه عليها المشاركه من عدمه تقريبا ده لتسع احزاب. شكرا لك جزيل الشكر والبقيه في حياتك مره ثانيه الاستاذ سيد ابو العلا، عضو التحالف الاشتراكي، وهو من كان يحمل، او كما عبر هو، من كانت تحمله الشهيده شيماء الصباغ في قبل الثورة أو عشية تخليد ذكرى ثورة 25 يناير. ضيوفنا يعني كان في محاور كتير هنتكلم فيها، بس طبعا ده محور مهم طبعاً جدا، وفي سياق الحديث اللي احنا بنتكلمه، وسيد اتكلم عن جنازة جماعية لكل شهداء، يعني مش عايز أقول الثورة، كل شهداء هذه الفترة الماضية من 25 يناير وحتى اللحظة. ايه رايك كابتن نادر؟
الحقيقة أنا بس عايز أقول حاجة الحقيقة من وجهة نظري إن أنا الحقيقة ضد مش ضد يعني أنا بتحفظ على كلمة حقوق الشهداء يعني مش بالمعنى السلبي هو بالمعنى الإيجابي الشهيد إن شاء الله أخذ حقه عند ربنا سبحانه وتعالى إنه في مرتبة أعلى بكتير جدا مننا وهو مش هو مش عايز حد يقول أنا عايز أجيب حق الشهداء لا هو الحقوق الحقيقية بالنسبة للشهداء هي تحقيق الأهداف اللي هم ضحوا بنفسهم عشانها الأهداف دي تتحقق من خلال زي ما قال الأستاذ أسامة من ضغط شعبي من تغيير مسؤولين من تغيير قانون من هو ده اللي احنا معلش كابتن نادر ما فيش وقت بس كلمة سريعة من الأستاذ أسامة تفضل الحقيقة سيرة الشهداء هي سيرة توجع القلب طيب أنا هضطر أختم شكرا جزيلا لضيوفنا الكابتن نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري السابق والكاتب الصحفي أسامة غريب غدا نلتقي وحلقة جديدة إن شاء الله